السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من ولاية جيجل. بني خطاب الشرقية. آخر خبر من فرنسا، اندلاع حريق في مصنع أروان في غرب فرنسا، ولهذا حسب وكالة الأنباء الفرنسية وحسب موقع فرانس 24 تشهد مدينة روان شمال غرب فرنسا صباح الخميس حريقا كبيرا في مصنع كيميائي وشرفي خطير، يعني خطير جدا. بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي، وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي بيران دري دوران أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع الخريط، موضحا أنه لم تسجل أي إصابة. إن شاء الله تسجل إصابات، وإن شاء الله نسمعوا بعدد كبير من الإصابات، ضعف عدد الشهداء الذين سقطوا في الثورة التحريرية. وبدوره أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لإذاعة ارتيال أنه لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد أن هناك خطر، وإذا قال هكا عرف بلي كاين خطر مرتبطا بالدخان الناتج عن الحريق المتواصل. وبدأ الحريق قليلا في مصنع لو بروزيل، شوية أسماء معقدة، الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم بدون تسجيل أي إصابات، وهذا يدل على أنه سجلت إصابات كثيرة. إذا قال لك في فرنسا لن تسجل إصابات، فاعلم أنه هناك إصابات وفيها أموات. وصنف المصنع بأنه موقع شديد الخطورة، هنا راه ما يكذبوش، ما يعني أنه سيكون خاضعا تحت رقابة خاصة. وبلغت فرق الإغاثة نحو الساعة 12 و40 دقيقة بالحادث، وفق إدارة منطقة نورمانتي التي دعت سكان 12 بلدة بينها مدينة سروان إلى البقاء في بيوتهم. وقال وزير الداخلية لا داعي للهلع، لكن يجب أن نلتزم بالحظر الشديد. ولذلك فإن وزير الداخلية يقول اهلعوا ولا تخافوا والتزموا بالحظر الشديد وخافوا على أرواحكم. وانشئت خلية أزمة في المنطقة، وأطلقت سفارة الإنذار في عدة بلدات لتحذير السكان. ووضح الوزير الفرنسي من الضروري في هذه الحالات إبلاغ السكان فورا، إيه لازم تبلغ، علاش ما تبلغش، تفادي لأي هلع. وستبقى المدارس المحيطة بالمكان مغلقة. وعلينا نقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وسلم المخرجين بريم سالم غانمي. وبارك الله فيكم الإخوة الكرام، ما تنسوش اشتركونا في قناة كل شيء من جيجل، كل شيء عن جيجل، فرع بني خطاب الشرقية. بارك الله فيكم، أخوكم أبو محمد عمار، ولاية جيجل. السلام عليكم.